قلب إكسبو دبي النابض قبة الوصل تميزت بشكلها الهندسي المستوحى من شعار الحدث قطعة ساروق الحديد ومن اسم دبي القديم الوصل لتكون ملتقى الوصل لكل زوار الحدث العالمي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. ساحة الوصل بتكون المنطقة الرئيسية لاستضافة الأحداث الرئيسية خلال فترة الحدث اللي يمتد إلى فترة 6 شهور. هناك العديد من الفعاليات والعروض اليومية بالإضافة للمناسبات الرئيسية اللي تصادف خلال فترة 6 أشهر بيتم استضافتها في داخل ساحة الوصل. ساحة الوصل هي المنطقة اللي تضم وتربط المناطق الثلاثة المقسم عليها المخطط العام للإكسبو: منطقة الاستدامة، منطقة التنقل، ومنطقة الفرص. فبتكون هي نقطة التقاء جميع الزوار في هاي المنطقة كمركز رئيسي لاستضافة هذه الفعاليات. شكل هندسي تشاركت فيه العديد من الجهود والأعمال من مختلف أنحاء العالم ليتم بناء أهم ساحة في هذا الحدث تحت هذه القبة الضخمة، قبة الوصل. المنطقة مو عبارة عن بس قبة، قبة مع حديقة في المجال المعماري it's more of urban theater، يعني منصة حضارية، فهي أكثر عن فقط من مكان لاستضافة فعاليات. خلال فترة التصميم كان بإمكاننا أن نصممها بشكل أبسط، أقل تعقيد، بشكل أسرع، ولكن التوجهات كانت لأن كيف نخلق ذكرى في عقول الزوار أنها لا تنسى، وأن في المستقبل بعد الإكسبو أي حد يزور هاي المنطقة يكون في معلم يذكرنا دوم بالإكسبو. منطقة الوصل بالتحديد وبالذات أن تجسد فعليا خلال فترة البناء مفهوم تواصل العقول صنع المستقبل. ليش؟ لأن تم تقريبا عدد الدول اللي اشتركت في بناء هاي القبة تقريبا 17 دولة، عدد الخبرات اللي تم الاستعانة بها من جميع أنحاء العالم ومحليا عدد هائل جدا من المهندسين، سواء إنشائيين، مهندسين معماريين، مهندسين كهرباء، مهندسين في جميع المجالات. المواد اللي تم تصنيعها تم الحصول عليها من جميع أنحاء العالم. ستكون قبة الوصل أكبر شاشة عرض بانورامية في العالم، وتم إنجاز قبة الساحة على مدار 14 شهراً، والتي توازي في مساحتها نحو 11 ملعباً لكرة التنس. وستكون هذه المنطقة هي ساحة للفعاليات الرئيسية في الحدث العالمي. على اسم دبي القديم سميت قبة الوصل لتكون ملتقى الجديد للحضارات في منطقة شبه الجزيرة العربية عبر معرض إكسبو دبي 2020. سلطان البادي، سكاي نيوز عربية، إكسبو دبي.